برحمتك، ومن كان منهما بين يديك فتجاوز عنه برحمتك. يا رب استر نساءنا وارحم أخواتنا واحفظ أولادنا ورب شبابنا وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا رحيم يا رحمن. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، ظمأى فاسقهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم.